زهرة اصحيك اصحيك تتغابي وتعمليها. اعطيني السلاح. يلا اعطيني السلاح زهرة. تركي هالسلاح من ايدك. ليش ميرزا ما عم يرد على تليفونه ويطمني؟ طيب اتصلي ببهار بلكي بتعرف شي. ايه بهار بهار. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج. شو هاد؟ هي كمان تليفونها مسكر يا ربي. طيب اتصلي بالمدرسة بلكي حدا بيرد. انا اتصلت كتير ما حدا عم بيرد. ما عم بيردوا؟ ألو يعطيك العافية، أنا أم طالبة عندكم، لازم إلا شي كتير مهم، يا ريت تنادي لي إياها. اسمع، للأسف يا مدام ما في حدا بالمدرسة، صارت حالة وفاة بين الطلاب ووقفت الدروس. شو؟ اركض من هذاك الطرف، يلا بسرعة. ملك شو عم بتساوي؟ ملك ملك شو عم تعملي؟ ملك وقفي شوي. زهرة لك ملك شو صار؟ زهرة زهرة شو صار؟ علي قتلها. لك قتلها الظالم الحقير يلي ما بقلبه رحمة، قتل بنتي. أعرفكن قتلتها. تعالي لهون تعالي لشوف. موتي لأرتاح منك، موتي لازم تموتي. ملك خلاص تعالي. ملك ملك زهرة بنتي اهدي. ملك شبكي ما فيني اتنفس. زهرة ملك زهرة بنتي اهدي. زهرة بابا تعالي. بابا تعالي تعالي لهون. بابا انت مفكرتيني غبي ها؟ مفكرة بتقدري تخدعيني يا حقيرة؟ موتي يا زهرة. زهرة زهرة انت عم تسمعيني؟ لا تفكري انك نفدتي، رح قتلك. وقف الحقه اسماعيل، لا تخليه يهرب. بنتي زهرة خلاص حبيبتي
لا تخافي أنا جنبك، لا تقلقي، ما ضقت، اهدي اهدي، يلا خذي نفس.